بدأنا نربي خيل واحنا صغار، بس كانت عشوائية يعني خيل عادية. طبعا بعدها سافرنا على أمريكا، خلينا نقول أوفيشالي بلشنا في الخيل العربية الأصيلة من سنة 2000. بدأناها في ترمس عية، وبعدها في أمريكا، وهلا تقريبا معظم الخيل العربية عندي هنا بفلسطين. طبعا هي الخيل العربية في، خلينا نقول في الوقت الحالي، في نوعين، اللي هو ناس بتعتني بالخيل المصرية، وفي ناس بتعتني بالخيل المخلوط، العربي الأصيل المخلوط. هلا أنا تقريبا خلينا نقول 90% بعتني في الخيل العربي المخلوط. هلا هم ناحيتين، يعني هم خيل عربية بس من سلالات مختلفة. فخلينا نقول انه في الخيل العربية المصرية طبعا حافظوا عليها في مصر انه ما خلطوها بدم مخلوط، ففي كثير ناس بحبوا انه بس يكتنوا الخيل العربية المصرية، وفي ناس بحبوا المخلوط. هلا المخلوط هو للي بيشارك في بطولات فرصة الفوز والنجاح فيهن اكثر من المصرية. طبعا الخيل العربية تختلف عن أي خيل ثانية، بدها عناية أزود من الخيل، من أي خيل ثانية، لأن جسمها حساس كثير، أزود من الخيل الثانية. بدك تفطر الصبح، بدك تغدي العصر، بدك تحط كاش المغرب، بدك تعشي، فأدوية، حذو، سنان، دكتور سنان، دكتور عظم، يعني بدك يعني اكثر من الخيل، اي خيل ثانيه اكثر بكثير. قبل البطوله يعني بدنا مش اقل من 3-4 اشهر واحنا ندرب في الفرس او المهر او الحصان قبل ما ينزل البطوله، لانه لازم يكون عنده بنيه في الجسم صح، ويكون الكونديشن تبعه جاهز انه ينزل اي بطوله. كيف تتعامل مع الخيل؟ بدك تتعامل مع الخيل، انا دائما بقولها انه انت الخيل اللي عندك بدك تشعر انه في بني ادم قدامك، مش انا بسميهاش حيوان، بسميه كائن حي، لانه الخيل بتفهم كثير، فبدك تتعامل معه كانه بني ادم قدامك. اذا انت بتاذيه هو ممكن ياذيك، اذا بتعامله في شراسه اذا هو بيعاملك في شراسه. فهلا في كثير ناس بكل لك خيل بتعض، وخيل بترفس، وخيل ما بعرف ايش، لانه اذا انت بتعبر عليها بتنكزها، بتعبر عليها بعصابها، فهي نفس الشيء بدها تحمي حالها منك. فالخيل هي بتيجي على الحنيه، يوم ما انت بتطعمها جزر، بتطعمها حلو، بتقدم لها الكاش الشعير، فهي اصلا يوم ما تشوفك هي بتصير تنادي عليك على اساس انت تيجي عندها، لان هي بتكون مشوقه لصاحبها انها تشوفه. هلا انا بالنسبه الي بعشق الخيل من انا عمري 6-7 سنين، بحب الخيل، بس طبعا في هذاك الوقت ما كنت اعرف خيل عربي ولا اي شيء، المهم انه يكون خيل. فبعدها يعني يوم ما طبعا سافرت امريكا ورجعت، فاول شغله عملتها هون فتحت نادي للفروسيه، اللي هو نادي ترمس عية للفروسيه، وبعدها شفت انه اتجاهي اكثر للخيل العربيه. فهي اصل من الصغر هي هوايه. فيوم ما كبرت وصار عندي الخيل العربيه، هلا صار عندي شيء واللي هو في نفسي من زمان انه نمثل فلسطين فيه. لقيت فرصتي الوحيده اني انا امثل فلسطين بهوايتي بالخيل العربيه، والحمد لله يعني خضنا عده بطولات بامريكا، بالوطن العربي، بفلسطين، باوروبا، واخر بطوله كانت لنا اللي هو مهر، اللي هو اسمه جاسر الربيع ابن فرس اسمها جيداء الربيع. طبعا جيداء الربيع هي كانت بطله في العالم، بطلت في العالم في باريس وفي اوروبا وفي السعوديه وفي قطر، كانت بطلة عدة بطولات. ففي عندي مهر منها
اللي هو اسمه جاسر الربيع قبل شهرين مثل فلسطين ورفعنا العلم الفلسطيني في بلجيكا وكان حايز على الميدالية الفضية وبعدها بشهرين برضه حاز على الميدالية الذهبية. فالحمد لله يعني سلالة مربط الربيع إذا بتروح أمريكا موجودة، بتروح على الوطن العربي موجودة، بتمثل فلسطين. فالحمد لله يعني هو الجول هواية وأكثر إنه الواحد حب الخيل إنه صار في عنده مجال يمثل فلسطين بالخيل بتاعته.